الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الإخوة الكرام والأباء الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد إن شاء الله نتوقف مع آية من سورة يونس، يقول الله جل وعلا فيها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، أحسنوا الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أول حاجة أن تعبد الله، أن تعبد الله كأنك تراه. أول حاجة تعبد الله، ما تعبد زول غير ربنا سبحانه وتعالى. ولا لا في ناس كتار بيعبدوا غير الله، عبادة الله معروفة، تصلي لي الله وتنادي الله وتتوكل على ربنا، فهمت؟ كده أنت بتكون عبدت الله. لكن أول ما تنادي شيخ زي الجماعة اللي بيعملوا الصوفية ديل، أنت كده ما عبدت الله، أنت عبدت الشيخ. طبعا هنا الدراويش ديل ما في زول بيقول لك أنا بعبد الشيخ، لما أنت تقول له ما تنادي نادي الله ما تنادي الشيخ، يقول لك في زول بيعبدوا، العبد منه؟ أنا عبدت الشيخ، عبدته، ناديته، أنت معناه عبدت الشيخ ما عبدت الله. لأنه ربنا سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الدعاء قال الله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي. أول ما تكون ناديت لك شيخ، أي شيخ من الشيوخ دل أيا كان، أنت بتكون عبدته وكده بتكون مشرك، ما بتكون مسلم، ما عندك علاقة مع الإسلام. لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فهمت؟ وليلة شوف الصوفية، شوف بينادوا كم زول وبيدعوا كم شيخ، أي طريقة عندها شيخ بتناديه، أي طريقة من الطرق دي، أي شيخ طريقة بيكلم الجماعة بتاع إنه ينادوا. أمسك مثلا الختمية، أهو ديل هنا قريبين في بحري، الشيخ بتاعهم اللي هو محمد عثمان الميرغني قال: إن كنت في هم وكرب نادني آتيك بسرعة. قال: لو كنت في هم وكرب وزنكت تقول يا الميرغني تلحقنا وتفزعنا، وده مشرك، فهمت كلامي؟ وأي زول بنادي الميرغني ده مشرك، لأنه ربنا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سماه شرك. طبعا في جماعة كتارس بقول لك البشرك بلد دي ما فيها شرك، وبعد النبي ما في شرك، لا في شرك، والشغل بيعملوا الصوفية ده الشرك ذاته، فهمت؟ لأنه أنت لمن تعبده لمن تناديه بتكون ساويته مع ربنا سبحانه وتعالى. وربنا بيّن حال المشركين يوم القيامة، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أي زول بيسوي له شيخ مع ربنا، بينادي مع الله، أو بيعتقد إنه الشيخ بيعلم الغيب أو بيجيب الرائحة أو يتوكل على الشيخ، ده مشرك مع ربنا سبحانه وتعالى، وده ما بسموه مسلم، ده اسمه مشرك في الشريعة الإسلامية، كافر. لأنه ربنا قال في سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله سماه كافر. أي زول بنادي مع ربنا ده كافر، ده لا عنده صلاة ولا عنده صوم ولا عنده حج، ما عنده أي عمل صالح،
ما عنده أي عمل صالح. عشان كده يا جماعة الأعمال الصالحة دي كلها تتبني على التوحيد، ده الأساس بتتبني عليه الأعمال كلها. ما في توحيد أنت ما دام عندك عقيدة في زول تاني مع ربنا ما عندك أي عمل، وربنا ما بيقبل منك أي عمل. عشان كده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك، كلام ده للرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أشركت معناه مشيت نادت لك شيخ من الشيوخ ديل، جماعة في القبب ديل، فهمت؟ أشركت معناه مشيت ناديته. أي زول بيمشي هناك القبة دي أو يمشي يمسك له في طريقة وينادي الشيخ ده مشرك وخارج عن الإسلام. الإسلام إنك تنادي الله براه، ما في شيخ تاني بينادوا مع ربنا. الإسلام إنك تعتقد إنه ربنا براه، البينفع والبضر، ما في حجاب بينفعك ولا في حجاب بضرك. الإسلام إنك تتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ما تتوكل لك على بنية ولا على دلقان ولا غيره من المعبودات. هذا هو الدين. لذلك ربنا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى معناه الجنة كما قال العلماء. الحسنى شنو؟ هي الجنة، فهمت؟ والجنة دي طبعا ما بيدخل إلا موحد، ما بيدخل الجنة إلا موحد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، اللي هو الجنة، فهمت كلامي؟ لكن أول ما تكون مشرك إذا بقيت عندك عقيدة في الناس ديل حرام، الجنة حرام عليك. لذلك ربنا قال في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أي زول عنده عقيدة في مخلوق زي الجماعة بتاعنا الطرق الصوفية ديل ده الجنة حرام عليه، وربنا قال من هنا ربنا وراك، فهمت؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ربنا وراك أي حاجة في الدنيا وفي الآخرة، فهمت كلامي؟ لذلك للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الزيادة قالوا النظر إلى وجه الله جل وعلا ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. قطر يعني سواد، ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات وقعوا في الشرك وغيرها من السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، أي حاجز. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، وجوه بتكون سوداء سواد شديد. لذلك ربنا قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه أهل الشرك وأهل الكفر. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لذلك نوصي أنفسنا وإخواننا أن يتوكلوا على الله وأن يدعوا الله وأن يستغيثوا بالله وأن يتركوا هذه الطرق الصوفية التي تدعو إلى الشرك وإلى الضلال وتخرج الناس من الإسلام إلى الكفر وتخرج الناس من النور الذي أنزله ربهم عليهم إلى ظلمات الشرك وعبادة الشيوخ والالتجاء إلى الأموات وغيرها من الكفريات التي يدعون إليها. أنا أتوقف إلى هذا الحد وأقدم أخونا الشيخ شهاب عوض فليتقدم مجزياً مشكوراً. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.